ماجد غراب الناقد الرياضي بروزل يوسف وزميلنا العزيز ماجد منورنا ومشرفنا. حبيبي امير تحياتي ليك، وبتشرف ان اول ظهور ليا في قناه النادي الاهلي يكون مع مذيع موهوب. ربنا يخليك. ليه كاريزمته وليه طابع مميز وبيحظى بمصداقيه كبيره لدى كل الجماهير الاهلاويه، وكمان ليك معجبين كتير في الكره المصريه، ما شاء الله عليك يا امير. بشكرك يا ماجد، شكرا جزيلا، انت منورنا ومشرفنا بكل تاكيد. أوكي. عندنا حديث طويل النهارده بخصوص النادي الاهلي وبعض الامور المحليه كده اللي هنتكلم فيها وننقش فيها شويه. خلينا نبتدي بالنادي الاهلي ورايك في مباراه الامس وفرص النادي الاهلي في التاهل بخصوص بخصوصا في ظل هذه المنافسه القويه جدا في المجموعه المعقده مجموعه الاهلي. بص طبعا لا صوت يعلو على صوت المنافسة الشرسة اللي موجودة في المجموعة بالزبط. الثانية كل المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا تقريبا الرؤية اتضحت، والمجموعات اللي الرؤية فيها لسه لم تتضح، بعد المشكلة بس مين أول مين تاني، لكن الصراع كله في المجموعة الثانية. الأهلي والنجم الساحلي، فوز مهم، محدش يقدر يقول تلت التلاتة كام كويس. صعود لقمة المجموعة هدف كلنا كنا بنتمناه، كلنا كنا بننتظره. لكن وأنا كنت بتفرج على بداية الحلقة سمعت رأيك في بعض التحفظات الخاصة بالأداء. أنا مش قصتي الأداء أو إن احنا نوصل للهدف الخاص بالمباراة بالفوز، لأن ده النادي الأهلي. النادي الأهلي في البداية كده أول ما تشوف أي أوراق أي مجموعة كل المنافسين بيعملوا ألف حساب للنادي الأهلي طبعًا. النادي طبعًا. الأهلي بتاريخه بأرقامه بشعبيته ببطولاته بيبقى عنده الأسبقية والأفضلية اللي بتخلي كل المنافسين يعملوا له ألف حساب. لكن المعضلة فين؟ المقارنة اللي شغالة بين أداء النادي الأهلي في الدوري المحلي وأداء النادي الأهلي في دوري أبطال إفريقيا. تمام. المعضلة فين كمان؟ المقارنة بين أداء النادي الأهلي مع ريني فايلر نفسه في بداياته ومن خمس ست مباريات مثلا، تحديدا الفترة اللي هي ما قبل إصابة رمضان صبحي، ثم أداء النادي الأهلي مع ريني فايلر بعد إصابة رمضان صبحي. تمام. النادي الأهلي مع ريني فايلر في الفترة اللي كلنا حالة من الإعجاب الشديد وكل الكومنتات كانت إيجابية للغاية، كان دايما هو معودنا على حاجات بعينها غابت مؤخرا، هو اللي عودنا على فكرة. يعني فايلر هو اللي عودنا على نشوف رمضان ناحية الشمال، نشوف أفشة، نشوف حسين الشحات، نشوف أجاييه، أحيانا مروان، أحيانا أزارو قبل ما يخرج للإعارة. التوليفة دي كانت عاملة نجاحات كبيرة للنادي الأهلي. تمام. عاملة 35 هدف في بطولة الدوري. النادي الأهلي في 12 مباراة لم تهتز شباكه غير مرتين. تعال بقى قارن مثلا في دوري ابطال افريقيا، تلاقي النادي الاهلي في خمس مباريات في دوري ابطال افريقيا في دوري المجموعات هتلاقي ان اهتزت شباكه ثلاث مرات والاهلي سجل ست اهداف. قارن بين المعدل هتلاقي ان في الدوري الاهلي بمعدل تقريبا يقترب من ثلاث اهداف في كل مباراه لمعدل هدف وجزء من هدف كده في دوري ابطال افريقيا. أنا شايف إن الأمور دي ليها أسباب. أسباب؟ أكيد. ولا عشان المنافسة مختلفة أفريقياً عن محلياً؟ قوة الفرق الأفريقية، مش بقلل طبعاً من الأندية المحلية إطلاقاً، يعني نتكلم إن المنافسة قوية طبيعي جداً في بطولة دوري أبطال أفريقيا وبطولة قارية. هكلمك عن قناعاتي. اتفضل. المنافسة لم تبدأ بعد في دوري أبطال أفريقيا. أكيد. دوري أبطال أفريقيا موجودة برضه فرق قوية اللي معاك في المجموعة. هكلمك برضه عن النقطة دي. اتفضل. المنافسة الحقيقية أنا مش عاوز أسبق بخطوة، إحنا لسه الأمور شائكة، فأنا بتكلم إزاي نخرج من القصة اللي إحنا موجودين فيها. تمام. وبعد كده نتكلم على مرحلة تانية بمنافسات تانية بفرق تانية بأجواء تانية بجماهير تانية بظروف تانية. لكن أنا بتكلم على النادي الأهلي، النادي الأهلي في المقابل النجم السادس في الدوري التونسي. نتكلم عن النادي الأهلي الهلال السوداني. النادي الأهلي النهاردة لو هو جاي من بلاتينيوم معاه ثلاث نقاط، ودول كانوا هيبقوا ثلاث نقاط منطقيين للغاية للغاية. القصة كانت اختلفت تماما، وما كانش هندي للمباراة الهلال نفس القدر من الأهمية ونفس القدر من الحساسية. لكن ليه أنا هقول لك انا ليه. انا هقول لك بس على حاجه، انت دلوقتي لو كنت كسبت بلاتينيوم كان هيبقى عندك كام نقطه؟ هتبقى توصل 12 نقطه. 12 نقطه. الهلال عنده كام نقطه؟ عنده 9 نقط. 9 نقط. اذا مباراه الهلال هتفضل بنفس القيمه الكبيره الخاصه بيها، وان الهلال لو كسب النادي الاهلي
في حاله الاهلي كان كسب بلاتينيوم الهلال هيصعد. انا مش بتكلم بس على قيمه ان انت توصل لرقم 12 كبير، انا بتكلم على في انا بتكلم على المنافسه مقدمه للاهلي. ما هو انا مش بتكلم على على فقط منافسه، انا بتكلم على مجموعه معطيات للنادي الاهلي. النادي الاهلي بهيبته وشخصيته لازم كان يحقق فوز خارج الارض. ما ينفعش ان الهلال يخرج يفوز على بلاتينيوم، ما ينفعش ان النجم يخرج يفوز على بلاتينيوم. الفوز بيجيب فوز، وانا في الفتره دي في ظل ابتعاد النادي الاهلي عن بطوله دوري ابطال افريقيا، انا النادي الاهلي، النادي الاهلي جمهور، الجمهور جمهور القلعه الحمراء، رغم ان النادي الاهلي خلال فتره ابتعاده عن تحقيق لقب البطوله ووصوله مرتين لنهائي البطوله، لكن ده لا يرضي طموح جماهير النادي الاهلي. أكيد. اللي يرضي طموح جماهير النادي الاهلي هو تحقيق اللقب. عشان تحقق اللقب لازم تبعت مسج، لازم تبعت رسائل لكل المنافسين، انا النادي الاهلي، انا بكسب بره وبكسب جوه، ليا فلسفتي، ليا طريقتي، ليا شخصيتي. كل الامور دي شويه بنمشي على خط وبنسيب خط، او بنمشي على سطر وبنسيب سطر. الاهلي بيكسب هنا بشيء طبيعي، بشيء ايجابي، بيخرج بره. مباراه النجم من وجهه نظري المباراه الاولى النادي الاهلي اداها رغم النقص العددي، صح، من وجهه نظري، صح، افضل من مباراه النجم هنا في القاهره على ملعب السلام باسباب. انا اعتقد ان احنا نفسنا كان لينا دور ان احنا نخلي النجم يظهر بالشكل اللي ظهر بيه. يعني اعتقد ان النادي الاهلي كان ببساطه شديده جدا يقدر ان هو يخلص المباراه بدري، يخلص المباراه باكثر من هدف. ما عجبنيش ان المبادره في المباريات دي تاريخيا، وطبعا في كتير من نجوم الكره المصريه اتكلموا عن مباراه الاهلي والنجم، لكن في المباراه دي تحديدا، مباراه على ارضك، مباراه وسط جمهورك، المبادره مهمه جدا. الربع ساعه الاولانيه مهمه جدا، ما كانش عاجبني ابدا ان الربع ساعه الاولانيه تكون المبادره للنجم الساحلي باخطاء بسيطه جدا. اعتقد ان النادي الاهلي او ريني فايلر، لازم ريني فايلر وجهه نظري ان النقد الايجابي مهم جدا، النقد البناء، الضوء الاخضر. انا ما يهمنيش ان انا بعد لا قدر الله ما تحصل نتيجه سلبيه اجي اقول اصلي كان فيه وكان لازم وكان يمكن، لا، احنا موجودين في السباق، والنادي الاهلي وهو موجود في اي سباق هو فرس الرهان، هو المرشح الاول. أكيد. أكيد. وفي ظل كوكبه الانديه، كل ابطال افريقيا، كل الكبار موجودين في النسخه دي من دوري ابطال افريقيا، عشان النادي الاهلي يحافظ على بريقه وشخصيته وحظوظه في المنافسه دي، في بعض الامور اللي لازم فايلر ياخد باله منها. ياخد باله ان ده مش وقت روتيشن، ده مش وقت توظيف او ايجاد مراكز لبعض اللعيبه في التوقيت ده. يعني انا عارف ان مثلا مجدي قفشه هو صانع الالعاب، هو العقل المفكر للنادي الاهلي، هو مش مجرد غياب. الناس ما بتتكلمش على غياب قفشه عشان الناس بتحب قفشه او بتكره قفشه، لا، هو مؤثر فنيا. احنا بنتكلم على الصالح العام للنادي الاهلي. النادي الاهلي في المباراه كان العقل المفكر، المعقل المفكر للنادي الاهلي كان غايب في هذه المباراه، وهو ده اللي خلى النجم يخش معاك في المباراه. لازم فايلر ياخد باله كويس جدا من نقطه شديده الاهميه، حلو، ان مش في كل مباراه ظروف المباراه هتتيح ليك ان انت تعدل التغييرات اللي موجودة، الاوراق اللي موجودة معاك. انا نفسي تكون نقطة اضافية على التشكيل سليم بمراكز واضحة، اللعيبة يتم توظيفها في المراكز اللي احنا كلنا عارفينها. يعني مثلا قفشه بيلعب تحت راس الحربه، كويس، فوجئنا ان حسين الشحات بيلعب في مركز جديد تحت راس الحربه امبارح. لا بس على فكره حسين لعب كذا مره في الدوري في المكان ده. بص، من بدايات حسين الشحات وتألقه ابتدى في الناحيه اليمين، مع الاهلي لعب في مكان، ابتدى في الناحيه اليمين ظهير ايمن وبيلعب كجناح ايمن، وده تالقه مع العين، وده السبب اللي النادي الاهلي جابه هنا عشان يتالق مع النادي الاهلي، ما جابوش ابدا عشان يلعب في الحته دي كصانع العاب. اجرب حسين الشحات في مباراه ديربي، مباراه بالقوه دي علامه استفهام بالنسبه لي. مجدي قفشه هي ما كانتش تجربه حسين الشحات، لان حسين قلت لك لعب في المكان ده اكتر من مره مع النادي الاهلي، دي وجهه مش وجهه نظر، ده واقع الاهلي فعلا، او فايلر بالتحديد لاعب حسين شحات في مكان ده. الواقع ده امبارح هل اتى بثمار ايجابيه ام بثمار سلبيه من حيث الاداء؟ ايوه، لا مش ده اداء النادي الاهلي. جميل، يبقى قولا واحدا اتى بثمار سلبيه، لكن انت في مرحله الغريب بقى فيها منافسه قويه جدا وحاسمه، هل الاداء اهم ولا النتيجه اهم؟ لا، الاثنين. الاثنين مهمين. ليه؟ 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 اتفضل. لان انت لو رجعت ظروف المباراه امبارح،
لولا الانقاذ الرائع للشناوي مره واثنين في بدايه المباراه. انت كنت دخلت في حسبه بيرما في مشكله انت في غنى عنها. انت المبادره كانت مفروض ليك. بعض الاخطاء اللي انا من وجهه نظري لا يعني فايلر حتى عانت في تغييراته بدليل ان هو فايلر نفسه سخن كهربا في اول 20 دقيقه او 25 دقيقه وبعد ما تم احراز الهدف في افضل خمس دقائق للنادي الاهلي في المباراه ككل من الدقيقه 30 للدقيقه 35 اللي هي الفرصه بتاع حسين الشحات وبعد كده هدف اجايه وبعد كده فرصه عمرو السوليه اللي كانت ممكن تنقل المباراه لحته ثانيه باهداف ثانيه بطموحات ثانيه من هذه المباراه. لكن فايلر قعد كهربا وما نزل كهربا دفع بيه ناحيه اليمنى. احنا متعودين كهربا دايما يا اما جناح ايسر يا اما موجود كمهاجم. الفتره الاخيره كنا متعودين ان وليد سليمان بيلعب الحته بتاع تحت راس الحربه مكان قفشه برضو اصر ان هو يلعب في الحته دي ودى وليد سليمان كجناح ايسر بيلعب في الحته دي. لكن الفتره اللي فاتت كنا دايما في حساباتنا وليد سليمان قفشه في الحته دي. طب هل الاختيارات دي ممكن تكون مترتبه على المنافس اللي انت بتلعبه القدرات الخاصه بيه سواء هجوميا او دفاعيا فبالتالي بتحدد مراكز اللاعبين في كل مباراه على حسب المنافس لما بتتفرج عليه وبتتابعه وبتذاكره؟ بص يا امير من خبراتي في التعامل مع احد اهم المدربين في تاريخ الكره المصريه وتاريخ الكره الاهلاويه مستر مانويل جوزيه. طب مستر مانويل جوزيه في المباريات الكبيره والدربيات الكبيره ما كانش بيلعب كتير في مراكز اللاعب وما كانش يعني عمرك مثلا يعني معروف ابو تريكا مركزه ايه اما كان بيحب يستفيد بمتعب وفلافيو كان بركات بدل ما كان بيلعب كجناح ايمن بيرجع بيستعين بيه كظهير ايمن بيحاول يستفيد من كل لاعب في المراكز اللي متعارف عليها ما كانش بيفاجئنا. عشان كده تلاقي النجاحات اللي حققها النادي الاهلي مع مانويل جوزيه كانت نجاحات غير عاديه وصعب ان هي تتكرر. اللي انا عاوز اوصله للمستر فايلر لسه ما كملش 20 مباراه مع النادي الاهلي عدى 20 كده 21 تقريبا طيب 20 او 21 مباراه في افريقيا كام؟ ظروف افريقيا مختلفه. اتمنى من لجنه التخطيط في النادي الاهلي ان هي تقعد معاه لان دوري ابطال افريقيا الفتره اللي فاتت كان لسه بطوله دوري ابطال افريقيا انا يعمل الروتيشن اللي هو عاوزه في الدوري أوكي. لكن دوري ابطال افريقيا المرحله دي مرحله ان في نجوم بعينهم يعني انا كنت لو تسالني مثلا ايه كنت تفضل مين في مباراه امس او ممكن تفضل مين التشكيل اللي انا ممكن ارشحه في مباراه الاهلي كوجهه نظر طبعا كوجهه نظري انا كنت اتمنى مثلا ان قفشه يبدا في المباراه كنت اتمنى ان انا اشوف كهربا ناحيه الشمال كنت اتمنى اشوف حسين الشحات في مركزه الطبيعي ناحيه اليمين كنت اتمنى اشوف أجايه كراس حربة هو اللي عودنا في المباريات دي وفي الدربيات دي. أتمنى إن في المرحلة اللي جاية في مباراة الهلال يكون الاختيارات دقيقة جدا لأنك أنت محتاج اللاعب الجاهز الفت 100%. أتمنى إن شاء الله محمد الشناوي بالمستويات المختلفة طبعا. مستويات مميزة جدا محمد الشناوي الحارس الأفضل في القارة السمراء وفوزه مع منتخبنا الوطني بلقب أفضل حارس أمم أفريقيا الأخيرة فرق معاه معنويا بشكل كبير جدا وخلاه يروح في حتة تانية. وجود محمد الشناوي بقدرته وتميزه في الفترة الأخيرة أتمنى من رامي ربيعة أنا أثق في إمكانيات رامي ربيعة إن هو عنده أفضل من المستوى ده 10 مرات. رامي ربيعه بامكانياته وبقدراته وبخبراته اللي خدها مع الجيل اللي حقق نجاحات مدويه طبعاً في طبعاً. افريقيا عنده افضل من عنده كده. عنده طبعا افضل من كده بكتير. عنده اتمنى أفضل. اعطاء الفرصه لمحمود متولي كاتنين مساكين، اتمنى ان اشوف احمد فتحي لان ده مباراه خبره، اتمنى ان اشوف علي معلول، ماشي. اتمنى اشوف اليو ديانج، عمرو السوليه. من حيث التمني قفشه من حيث التمني كهربا احنا كلنا بنتمنى حاجات كتير جدا. أجاي. كلنا بنتمنى حاجات كتير جدا يعني كلنا بنقعد نتكلم بخصوص مثلا ان لعيب فلان يلعب لا طب يا ريت ده اللي يلعب بالكلام من ده لكن دايما بتبقى رؤيه الجهاز الفني هو أكيد. اللي قريب من الفرقه أكيد. لكن ده ايضا دليل على شيء ايجابي جدا في النادي الاهلي دلوقتي وهو الوفره الكبيره اللي موجوده ده يحسب في القايمه بص اللي خلتك مثلا انت تقول تشكيل من وجهه نظرك خلت مثلا واحد اداره يعني النادي الاهلي للامانه الكابتن محمود الخطيب اوفى بالوعد والصفقات المحترفين انت لسه المهاجم اليو باجي واعتقد ان الثلاث دقائق رايك ايه في الثلاث دقائق والله بص انا عملت حاجه يعني اعتقد ان هي انت قيمته في ثلاث دقائق لا انا قيمته من اول ما جه النادي الاهلي بالصوره عجبني قوي شياكته بالصوره عارف انت شياكته بس دايما كده ايه في ملامح كده المظهر
بيديك جزء من شخصيه البني ادم. هو واضح ان هو حد ليه شخصيه، مش شخصيه بس في الملعب. الانطباع الاولاني ان هو شخصيته حرصه على مظهره، لكن في الملعب من الفيديوهات اللي موجوده لاعب بمواصفات بدنيه كان النادي الاهلي في امس واشد الحاجه اليها. اعتقد اني انا متفائل ممكن يحقق او يكرر نجاحات بلافيو، الا ان هو يقعد سنه ما يسجلش غير هذا. دي الصوره دي يعني انا عجبني في بادجي الامور دي، اللمسات البسيطه القليله بتقول ان هو لاعب كوره جيد، اتمنى منه فوت ورك بتاعه كويس، كنترول ممتاز. لكن خلينا نتكلم على نقطه ثانيه، الكابتن محمود الخطيب بنجاحاته وبادارته للنادي الاهلي ووجوده يوم والتاني والتالت في تدريبات فريق الكره، ده يحسب للكابتن محمود الخطيب. لسه انت كنت النهارده بتقول خبر عن حرصه على الاطمئنان على الشناوي. يعني الكابتن الخطيب ما كلمش الكابتن سعد عبد الحفيظ، لا الكابتن الخطيب بيبقى حريص ان هو يطمن على اولاده بنفسه، حريص ان هو يشوف التمرينات بنفسه، حريص ان هو يقف على كل كبيره كل صغيره. امر ايجابي جدا في الحقيقه، شيء شديد الايجابيه. واتمنى من لعيبه النادي الاهلي، لان لعيبه النادي الاهلي بص احنا بنتكلم بنقول فايلر وبنقول اداره النادي الاهلي، لكن في الاول الادوات التنفيذيه اللي هتحقق الاحلام اللي هترجم الاحلام لواقع هي لعيبه النادي الاهلي. طبعا رساله واضحه لعيبه النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي عنده حلم واضح، هو دوري ابطال افريقيا. الحلم ده بيتطلب مزيد من الاصرار، مزيد من الاراده، مزيد من التحدي، مزيد من الروح. العناصر دي طالما النادي الاهلي تميز بيها عن كل اقرانه وعن كل منافسيه على مدار التاريخ. دي كلمه السر اللي خلت الاهلي النهارده نادي القرن في افريقيا. دي كلمه السر اللي خلت النادي الاهلي هو متصدر الانديه الافريقيه من حيث عدد البطولات. دي كلمة السر اللي خلت الأهلي يوما ما لغاية فترة قريبة كان بنتكلم على الأكثر تتويجا على المستوى العالم. لعيبة النادي الأهلي تدرك هذه الرسالة، أعتقد أن شاء الله الأهلي قادر على تحقيق نتيجة إيجابية إن شاء الله والفوز على الهلال السوداني في السودان. إن شاء الله كلنا ثقة في لعبة النادي الأهلي، وإن شاء الله يحققوا كل طموحات وأحلام جمهور النادي الأهلي. وهي في الحقيقة فرصة بالنسبة لأي لاعب، زي ما قلت على مدار حلقة اليوم كده، هي فرصة لأي لاعب داخل النادي الأهلي إن هو يسطر تاريخ لنفسه. النادي الأهلي عنده ألقاب كتيرة وبطولات كتيرة جدا، لكن هي فرص للاعبين ان هم يقدروا يكتبوا اساميهم من حروف من ذهب داخل القلعة الحمراء. وده مهم جدا. في الجيل الحالي موجودة لعيبة عصرت فترة النجاحات المدوية مع مستر مانو الجوزيه، موجود انت بتتكلم على حسام عاشور، فتحي، وليد سليمان 36 لقب، احمد فتحي، وليد سليمان، اكرامي. عاوزين الفترة دي العوامل المعنوية للعيبة، اللعيبة الكبار دورهم، التحفيز، الجميع يكون على قلب رجل واحد. اعتقد ان العوامل دي تفرق النادي الاهلي وترجح كفته ان شاء الله باذن الله على اي منافس ان شاء الله. ده ملف النادي الاهلي، وان شاء الله يفرحونا يوم السبت اللي جاي، مباراه مصيريه ومهمه جدا امام الهلال، واثقين كل الثقه في مستر فيلر في اللاعبين، وان شاء الله يكونوا موفقين. بس اهم شيء في مباراه اليوم السبت القادم. تعال بقى نروح لملفات اخرى مهمه جدا. انا معاك ومشتعله جدا. بالتحديد فيما يتعلق بالاتحاد المصري لكره القدم وبعض القرارات اللجنه الخماسيه، يعني تحديدا موضوع الفار. شايف ان ممكن يطبق فعلا من بدايه الدور الثاني ولا الامر صعب؟ والله بص انا عاوز اقول لك حاجه، احنا كل شويه بنقول حاجه جديده وكاننا بنمهد ان هل ممكن الفار مثلا نشوفه بدايه الموسم القادم. انا لو انت تسالني ايه الخيار الافضل بالنسبه للفار، يبقى معاه الموسم، يبقى الموسم القادم. احنا بنتكلم على تقنيه جديده، واللي معتقد ان تقنيه الفار هتنهي حاله الجدل التحكيمي لا لا هتبقى موجوده برضه. انا اعتقد بس نسب الاخطاء هتقل شويه. لا انا مش بتكلم على نسب الاخطاء، انا بتكلم على التعامل مع التقنيه. انت تكفيت. انا بتكلم على يا امير، احنا لغايه دلوقتي عايشين فتره ان انت عارف ان النادي الاهلي عنده مباراه شديده الاهميه مع النجم الساحلي، ففجاه تحط له مباراه وبعد كده تاجلها. نفس اللي اجل هو اللي رحل، هو اللي جاب المباراه في الموعد ده، هو اللي اجل المباراه دي. دي امور ساذجه جدا، بسيطه جدا. احنا عندنا بعض المشاكل اللي بشيء من التركيز مش هتحصل في الكوره في مصر. انت جاي بقى بتكلمني على فار وتحكيم وهيتطبق ازاي، والحكم بقى اما يحصل خطا بقى هيعمل الاشاره دي ويقف يستنى قد ايه.
30 ثانيه ولا دقيقه ولا اكتر شويه ولا اقل شويه؟ طب المنافس اللي هو اللي صالحه الخطا هيكون التعامل ازاي؟ الجهاز الفني، اللاعبين، الاجواء. بتتكلم على الثقافه اللي عندنا عند لاعبي دي الازمه المصريه، الازمه الحقيقيه اللي احنا بنعاني منها. وازمه الثواب والعقاب، الثواب والعقاب، مع اني بقى واتمنى من كل ادارات الانديه في مصر اقعد مع مدربك، اقعد مع جهازك الاداري. الثواب والعقاب منين؟ من الانديه ولا من الاتحاد ولا من لجنه الانضباط؟ لا انا بتكلم من اتحاد مسؤول عن اداره اللعبه. عن اداره الشؤون التنظيميه للعبه. ليه واحنا هنا بننفذ سياسه الثواب والعقاب؟ لا احنا لغايه فتره قريبه جدا كنا بنحل مشاكلنا بقعدات العرب ببساطه شديده جدا. اللي هو حقك عليا وبمكالمه تليفونيه واتصل بفلان الفلاني وممكن تتاجل لي شويه، وما بقتش عارف هل احنا نمشي بنظام ان المسابقات ليها قواعد ما تتغيرش، ولا نيجي الموسم اللي بعده اللي بعده اما الامور والمصالح. في حد من كام يوم كان بيتكلم عن المصالح اللي بتتعارض. انت جاي تكلمني دلوقتي عن المصالح اللي تتعارض وهي طول عمرها المصالح بتتعارض؟ يعني انا الكوره في مصر لازم يتحط ثوابت ونظام واضح. امتى تتحط الثوابت دي؟ اما يجي احنا كل فتره يا ماجد بنقعد نقول لازم في ثوابت، لازم في قرارات. اما يجي مجلس اداره لاتحاد كره القدم المصري بيشتغل للكره المصريه. هم المجالس اللي قبل كده كانت بتشتغل ليه؟ لا بص، كل مجلس بيجي ليه حسابات. انا كنت بتابع تصريحات للمهندس احمد مجاهد وهو بيتكلم عن تعارض المصالح. فاتسال هو بند تعارض المصالح اللي انتم بتتكلموا عليه عن الاعلاميين بخصوص هو البند ده يعني موجود دلوقتي ولا موجود من زمان؟ قال لك لا من زمان. قال لك طب ما طبقتوش ليه؟ قال لك اصل ايه يعني المجالس المنتخبه يعني صعب ان هي تطبق مثل هذه الامور لان الحساسيه الانتخابيه. لا، اللي بيجي على كرسي واللي بيجي على مقعد بيشتغل لصالح الكره المصريه. وانت جاي تكلمني دلوقتي على تعارض المصالح بين بعض الاعلاميين وبعض الامور الخاصه باتحاد الكوره. طب اعتقد يعني لغايه وقت قريب يعني مجالس المنتخبه كانت بترضي اعضاء الجمعيه العموميه. لا لا بس دي واحده بس يا امير عشان اكمل. مش الكره المصريه. لا لا اكمل بس النقطه دي عشان النقطه دي شديده الاهميه. الفتره قريبه جدا في المجلس اللي كان فيه الاستاذ احمد مجاهد وعشان اكثر وضوحا قبل اجراء الانتخابات التكميليه، كلمني عن كام عضو من اعضاء مجلس الاداره كان بيشتغل في الاعلام، وكام عضو من اعضاء مجلس الاداره كان مرتبط كتير شغله بالشركه الراعيه لاتحاد كره القدم. على فكره انا ده يعني مش شايفه غلط، يعني في حد مميز اعلاميا بياخد فرصته، لكن الغلط ان انا اجي حاجه انا كنت بعملها اجي اتبرأ منها لمصالح ما. ايه هي المصالح دي؟ بعد ما الكابتن احمد شوبير استاذ العزيز اللي انا بفتخر بيه دوما، وانا كلامي اكيد قيمه كبيره وانا كلامي عن الكابتن احمد شوبير يعني انا شهادتي مجروح عن الكابتن احمد شوبير، لكن يعلم ربنا سبحانه وتعالى ان انا هتكلم عن تجربه انا عشتها واعلم مدى قدرته اداريا على اعاده الانضباط اللي مفقود في الكره المصريه. واعلان الكابتن شوبير على ترشحه في الانتخابات القادمه على رئاسه الاتحاد المصري لكره القدم احدث حاله من اللغط لدى معسكرات اخرى كانت تعتقد ان المنصب ده حكر على البعض. وخلينا اتكلم بصراحه على المهندس هاني بوريدا اللي باكن ليه كل دخلتنا انت كده في الانتخابات ماشي اوكي مفيش مشكله. المهندس هاني بوريدا انا باكن ليه كل تقدير وكل احترام. لكن اداره الكره المصريه طبعا المهندس هاني بوجوده في الاتحاد الدولي، بوجوده في الكاف، بكاريزمته، بمسؤولياته، كل حاجه انت عاوز تتكلم عنها. لكن انا بتكلم على كره مصريه بتعيش معاناه تنظيميه بحته. احنا سنين طويله كل مجلس بيجي بيتكلم على ايه؟ اعاده هيكله اتحاد الكوره. اعاده الهيكله دي حصل فيها ايه؟ تلاقي ان ما حصلش فيها اي حاجه. لكن دخلنا دلوقتي في اجواء انتخابيه. طالما الكابتن شوبير اللي بالتاكيد وجوده هينقل الصراع الانتخابي حال ترشح الكابتن احمد شوبير، حال ترشح المهندس هاني بوريدا، انت بتتكلم على منافسه ضاريه. طبعا قويه جدا. منافسه ضاريه. وكلمه في الاخر للجمعيه العموميه اكيد. واللي بيتكلم ان الامور محسومه دي تصريحات لا مش منطقي الكلام ده. شديده المنافسه قويه. اثنين يعني قيمه كبيره جدا سواء كابتن احمد شوبير او المهندس هاني بوريدا وليهم دورهم، لكن ليهم كل التقدير والاحترام كمان الاثنين. المهندس هاني بوريدا الشيء اللي هو بيؤخذ عليه هو خد فرصته.
ودار الكره المصريه من منطق بس الراجل حقه لو عايز ينزل انتخابات تاني لا جدال على ده. لكن انا بتكلم على نقطه واضحه، انت عارف دايما ان الرجل الاول عندنا لسه لغايه دلوقتي بيبقى هو ليه رؤيته وهو ليه قراره. قصه العمل الجماعي دي شويه غايبه في الكره المصريه. تمام. لكن انت بتتكلم على فتره كان هو اللي بيدير، كان هو الرجل الاول، حصل ما حدث وكنت اتمنى من المهندس احمد مجاهد وهو بيتكلم على نجاحات الاتحاد تحت رئاسه المهندس هاني بوريدا، وان احنا وصلنا كاس العالم وان احنا خدنا تاني افريقيا، يتكلم بقى على باقي الامور وباقي الازمات والمشاكل التنظيميه اللي كانت حاصله في المسابقات وكتير من الامور ان انا ما احبش ان انا اتكلم عنها، لكن كان مطلوب منه طالما انا اتكلمت عن ايجابيات كان لازم اقول لك احنا وقعنا في سلبيات 1 2 3. طبعا كان في ايجابيات وكان في سلبيات وده بيبقى امر يعني احترام طبعًا. اكثر لكل طرف او لكل شخص او لكل مسؤول عنده طموح مشروع ان هو يقود مسيره الكره المصريه. لكن الهدف كله ان انا اخرج يبقى في تصريحات هنا وتصريحات هنا، لا انا احب ان انا كناقد رياضي، انا كراجل اعلامي، دايما تغير الوجوه في المناصب بيديك اريحيه بالذات في الكره المصريه. حلو. مهندس هاني بوريدا بكل انشغالاته بكل المناصب اللي موجوده ما شاء الله وربنا يزيده، اعتقد ان مش هيبقى متفرغ، وده اللي شفناه كلنا. بس خليني اقول لك يا ماجد برضو دي بتبقى وجهه نظر مثلا صحفيه او كناقد رياضي او كاعلامي، دي وجهه نظرك. لكن في الاخر الكلمه الاولى والاخيره اعضاء الجمعيه العموميه هم بيشوفوا الاصلح، ونتمنى ان هم يفكروا في كلمه الاصلح للكره المصريه ويسندوه، سواء كابتن احمد شوبير، المهندس هاني بوريدا، حد غيرهم ينزل انتخابات، ايا كان مين اللي هيكون موجود، المهم ان هو يكون بيعمل لصالح الكره المصريه، وده الامر الاهم. ده فيما يتعلق بالانتخابات، والكلام عن انتخابات سابق الاوان شويه. اذا لم يحدث توافق وانا خبراتي في المجال الاعلامي علمتني، اذا لم يحدث توافق في المساله دي مين يترشح على منصب الرئيس سواء المهندس هاني بوريدا او الكابتن احمد شوبير، هنكون احنا داخلين على منافسه هي انت بتتكلم قويه على جدا. ده امر مفروغ منه. انا بقول لك لا، من اللحظه دي لا، في منافسه طبعا شرسه جدا قوية جدا جدا جدا. كل يوم بيمر تبدا تتكلم على ترجيح كفه على حساب طرف على حساب الطرف، لكن اللي بيتكلم عن حسم الامر لطرف عن على حساب اخر هو واهم. طيب انا عايز اتكلم معاك بخصوص بعض الملفات اللي في ايد الاتحاد المصري لكره القدم او اللجنه الخماسيه الحاليه ان هي تنتهي منها، يعني مثلا ملف زي الكره الموحده ده. ليه من بدري ما خلصناش من القصه دي، خصوصا الموافقات كلها موجوده والشركه جت واتعقدت وكل حاجه تمام، ايه اللي ياخر ملفات زي دي؟ ما بنحسمش بسرعه ليه يعني؟ بص هقول لك انا حاجه. احنا عندنا الامور اما بنيجي ان نتعامل او نتخذ فيها قرار لازم ايه، احنا عندنا شويه ناخد وقت كبير في بالنا طويل قوي. بالنا طويل، ولجنه بينبثق عنها لجنه، وبعد كده بيبقى القرار ايه، يعني اتمنى ان يبقى فيه احترام اكتر لقيمه الوقت، وكمان وانا بتخذ القرار دايما دايما يكون عيني وراسي ان في ناس كتير جدا، في اعلاميين وفي برامج وفي سوشيال ميديا، وخلي بالك من السوشيال ميديا دي قوي تمام، ان ما حدش هيعدي ولا حاجه كبيره ولا حاجه صغيره. وخصوصا ان كان في وعود قبل كده بالنسبه للجنه الخماسيه، زي ما كان في وعود للاتحاد المصري السابق، والوعود ما بتتنفذش في الحقيقه او بتتاخر بشكل كبير. لا انا يا اما ادرس كويس واقول ميعاد محدد وبقد الميعاد ده، يا اما اقول انا لسه بدرس وما اعرفش الميعاد امتى وهيتم الاعلان عنه بشكل نهائي، بدل اللغط اللي احنا فيه سواء بموضوع الفار، موضوع الكره الموحده، موضوع مش عارف كذا ملف في الحقيقه. لا هو انا عاجبني بس في اللجنه الخماسيه اللي هم بيظهروا في توقيتات بعينها وبيختفوا في توقيتات بعينها. تمام. يعني مثلا المنتخب الوطني، واكيد ده ملف انت هتطرحه دلوقتي، يعني تصفيات كاس المؤهله لكاس العالم، تصفيات المؤهله لامم افريقيا، وانا في خبر ادهشني مثلا اللي هو الكابتن حسام البدري هيسافر لندن عشان يتابع المحترفين. ده ادهش ناس كتير خالص. يعني مثلا هو لما يسافر هيسافر مثلا، اعتقد ان الدوري الانجليزي مذيع صح؟ طبعا بشكل جيد يعني، والملخصات لو هو ما لحقش يتفرج على الماتش على الهواء ممكن يتفرج عليها على اليوتيوب او يعني واضح، خصوصا ان هناك محمد صلاح يعني مش محتاج يعني متابعة. هو مثلا لو حضر مش محتاج يعني هو مثلا حجازي. لو حضر مباراه لمحمد صلاح مع ليفربول وصلاح كان جنبه مش موافق مثلا هيقول لك انا استبعد محمد لا صلاح؟ لا طبعا. ده محمد النني ما لمسش كوره مع الارسنال وكان بيجي وبيلعب اساسي. فشويه امور
احنا الوقت ده بدل ما الكابتن حسام يروح رحله خارجيه في لندن، عندك الدوري المصري كابتن جوهري الله يمسيه بالخير اكتشف لنا احمد حسام ميدو الله يرحمه، اكتشفنا احمد حسام ميدو عنده 17 سنه مهاجم كان بيلعب اساسي، اتكلم احمد فتحي لاعب منتخب مصر عنده 17 سنه. انا نفسي اشوف العناصر دي، اشوف الفكر ده ان شاء الله الدوري المصري يقدر يفرز لعيبه جيده تقدر تعيد الهيبه الهيبه اللي مفقوده للمنتخب الوطني الاول، لان خلينا نتكلم بشكل واضح جدا الكره المصريه المنتخب الوطني الاول بالنتائج اللي حصلت بالنتائج اللي اتحققت احنا عندنا بعض المشاكل ينبغي تداركها في اسرع ان شاء الله وقت باذن الله خلال الفتره اللي جايه. نتمنى كل التوفيق للجنه الخماسيه للكابتن حسام البدري، وكمان نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي خلال الفتره الحاليه، خصوصا ان هو اسبوع هام ومصيري في مستقبل النادي الاهلي الافريقي. يا ماجد نورتنا وشرفتنا، بشكرك شكرا جزيلا. اخيرا وانا بشكرك، النادي الاهلي قادر ان هو يعبر ان شاء الله الهلال طبعًا. السوداني كلنا ثقه في مستر ريني فايلر في اللعيبه، وان شاء الله يفرحونا والاهلي يكون يصعد لدور الثمانيه كمتصدر للمجموعه مش بإذن. كمركز تاني ان شاء الله باذن الله. باذن الله. بشكرك يا ماجد، شكرا جزيلا، نورتنا. عفوا، سعيد انك كنت موجود معانا. احنا اسعد بكل تاكيد. كان ضيفنا العزيز ماجد غراب الناقد الرياضي بروز اليوسف، واتكلمنا معاه في بعض الامور الهامه جدا في ملفات مختلفه في الكره المصريه، وتحديدا اتكلمنا بخصوص النادي الاهلي والفتره الحاليه الحاسمه بالنسبه للفريق باذن الله تعالى. نتمنى لهم كل التوفيق. دي كانت حلقتنا من كلام في الميديا النهارده، بكره حلقه جديده، استنونا، الى اللقاء.